قبل ما أعطي الكلمة للأخ عبد الله، يعني أولا احنا نشكر سعادة الوزيرة اليوم على تشريفنا بحضورها في هذا المجلس. انتو شفتوا على ثقل الملف وأهميته، إلا أنه دائما تعطينا طاقة إيجابية بابتسامتها اللي دائما نشوفها فيها. ولذلك هذا الملف الذي يحظى باهتمام جلالة الملك، وأيضا يحظى باهتمام ومتابعة من سمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم، اليوم هو في أيد أمينة إن شاء الله. دون الأمل إن شاء الله أن يكون هذا الملف موضع اهتمامنا احنا أيضا في السلطة التشريعية، وداعمين ومؤيدين لكل الخطوات التي تتخذها وزارة الإسكان وعلى رأسها سعادة الوزيرة. فشكرا على حضورك، وشكرا على جهودك، وشكرا على كل ما تقومين فيه، والله يعطيك إن شاء الله الصحة والعافية. الأخ عبد الله النعيمي، تفضل.